اشترى كيس شوفان بهدف الحصول على فطور صحي، فأضحى فطوره مغمسا بالسوس والحشرات. فت مع محمل الغراض شفته محطوط عليه انه جود برايس، بس طلعت على التاريخ اكثر من هيك ما طلعت، حملته ومشيت. يعني امبارح اليوم مش ناكل منه، خلاص سخننا الصبح وزبطنا هون، حطينا له حليبات وزبطنا انه غذاء صحي، يعني انه الاوتس عم ناكل، عم في شيء عم يحرق. رجعت السوبر ماركت، رجعت نزلت لعندهم، شفت اذا مثلا البرودوي بعده موجود عندهم على الرفوف، قلت لهم بصراحه البرودوي بعده موجود. وفعلا يظهر هذا الفيديو الذي حصلت عليه الام تي في ان البضاعه لا تزال في السوبر ماركت تسرح وتمرح هي وما بداخلها. الحمله اللي عملها الوزير شوي بتطمن، بس ما بعرف وين حمايه المستهلك، وين الوزير، وين حملت كاميرا الام تي في الفيديو وذهبت الى حمايه المستهلك في وزاره الاقتصاد. قدرت تشوف شو فيهم؟ بعد ما بين شيء، بس كانوا في تحركات، بدات تحركات داخل الشوفان. بعد المواطنين عم تقع ضحيه، ونحن بيكون عنا يعني بشكل دايم ريبورتاجات بهذا الاطار، كيف فينا نحمي هول المواطنين ودوركم وين؟ ما نحمي هول المواطنين بالشغل الدائم، يعني اليوم مديريه حمايه المستهلك بوزاره الاقتصاد والتجاره عندها عدد كبير من الدوريات كل يوم. تاريخ الصلاحيه هو امر اساسي بيساعد بعمليه الرقابه، ولكن مثل ما قلت مش هو المؤشر الوحيد، لانه ما بعرف انا كيف تمت عمليه النقل، كيف عمليه التخزين، عمليه العرض وتبريد ببعض الاحيان. طبعا المسؤول عنهم هو السوبر ماركت. دورنا اذا نحن كنا موجودين واكتشفناها، طبعا نحن بناخذ الاجراءات باتلاف البضاعه، بتصدير محاضر ضبط واحالتها للقضاء. واذا نحن مش موجودين بهالحاله، في عندنا مركز تلقي الشكاوى اللي هو 1739. صحيح ان حمايه المستهلك تقوم بعملها، الا انه يبدو غير كاف، رغم انها تسطر اكثر من 400 الى 500 محضر ضبط وتقوم باتلاف مواد كثيره، لكن يبدو ان المطلوب جهد اكبر. والقضيه نتركها برسم الوزارات المعنيه وعلى راسها وزاره الاقتصاد للحد من فلتان غذائي ضحيته المواطن.